بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. مرحبا بكم في برنامجكم خليل تونس اللي تلقاوه كل يوم على نسمة قناة العائلة. كما تعرفوا اللي احنا نعيش في ظرف استثنائي، أزمة كورونا وتأثيرتها على العالم الكل وعلى تونس. وكما تعرفوا التونس الكلها اليوم محتاجة دعم أخواتهم اللي يتفرجوا فينا توا واللي ينجموا يقدموا العديد من المساعدات للناس اللي تستحق في الظرف هذية اللي قاعدين نعيشوا فيه. احنا قوافلنا الخيرية بفضلكم انتوما اللي تفرجوا فينا واللي ديما تقدموا لنا مساعداتكم. فضلكم انتم القوافل الخارجيه الخيريه قاعده تخرج كل يوم من رادس معبيه. بخيركم انتم الخليليين والخليليات، والوجهه كانت المره هذه ولايه صفاقس. خليل تونس باش يهزنا لولاية صفاقس وين تم تقديم مساعداتكم للناس اللي تستحقها. كما العادة الانطلاقة كانت من مخازن جمعية خليل تونس مع 7 متاع الصباح في اتجاه جبنيانة. كانت منطقة المساترية اللي وزعنا فيها عدد من المواد الغذائية الأساسية. الرحلة تواصلت بعدها المنطقة البطرية وين قامت جمعية خليل تونس باللازم مع العائلات المحتاجة. Thank you.
بلادنا ما وفيتش، وتواجهنا بعدها المنطقة الحوض وزرنا ريفها وناسها البهي. رحلتنا لولاية صفاقس كملناها في منطقة بلتش واللوزة، وين قمنا بالواجب ووصلنا منتكم. يا قصيد الخير وأسرارة، غالب فضلك كوني دليل، في القلب هموم حيرة ومرارة، يا ربي يا أرحم خليك كوني منار تضوي عليا كون مرة ونية ثنية، ناسي الخير دون الشملية، يا ربي من حنك حنا عليا، يا قصيد الخير وأسرار طالب فضلك انتي سندو وانتي سلاحه وجاي عراحه يا قلوب الرحمة هلا هلا يا قصيدي الخير وأسرار. جمعية خليل تونس تحب تشكر كل اللي قدم لها يد المساعدة واللي طوعوا باش أمانتكم توصل للي يستحقها، وتقول لكم بارك الله فيكم ويرحم والديكم والله يرحم خليل. كما كنتوا تشوفوا في قوافلنا الخيرية اللي وصلت لولاية صفاقس وحاولت تقدم العديد من المساعدات للناس المحتاجة، كما شفتوا يعني عملية تفريق المساعدات كيفاش كانت بكل حرفية وإتقان وتعقيم زادة. احنا نخافوا على الناس اللي نقدموا لهم المساعدات اللي تجيبوها انتوما، نخافوا عليهم من انتشار الوباء هذايا، على هذك قاعدين نقوموا بمجهودات كبيرة في التعقيم وفي عملية يعني خلينا نقولوا كيفاش نحطوا المواد الأساسية الغذائية في الكرادن قبل ما نقدموها للناس اللي تستحقها. وانتم اللي تتفرجوا فينا وكما تعرفوا، ونزيد نذكر مرة أخرى اللي احنا نعيشوا في ظرف صعيب برشا، وكل تونسي توا قاعد في داره يعرف شنو قاعد يحس هو وهو عنده كل المستلزمات وكل حاجياته عنده. خلي إنسان ضعيف ما عندوش لا منين يأكل لا منين يشرب، إن شاء الله انتم اللي تتفرجوا فينا تقدموا لنا مساعداتكم على رقم اللي تشوفوا فيه أسفل الشاشة اللي هو 46 555 557. وما تنساوش مع خليل تونس سبق الخير تلقى الخير، والله يرحم خليل وشدوا دياركم.
خليك للتوانسة خليل وعاون المحتاج والقليل. وانتي زادة يلزمك تعاون، اتصل بينا على الرقم 46 55 55 57. ومع خليل تونس سبق الخير تلقى الخير.